السلام عليكم مشاهدي فوت أناليز دي زاد. بعيدا عن محللي بلاطوهات لا يشاهدون أصلا المباريات، وبعضهم لم يدخل ملعب كرة قدم منذ عقود كاملة، صحافة تخدم مصالحها الشخصية. محللي بلاطوهات أحدهم سمى لاعب مانشستر سيتي أوتاماندي بالخزانة، وآخرون أطلق على لاعب الخضر ولاعب إنتر ميلانو السابق سافير تايدر بمسح زجاجات السيارة إسوي غلاس. سنتكلم اليوم على المدرسة العريقة، مدرسة أفسي برشلونة اللاماسيا، وسنحاول أن نطرح أسباب تدهور مستوى هذه المدرسة، دائما بمعلومات دقيقة ومصادر موثوقة، لأننا نحترم مشاهدينا. What I learned here is that everything starts with the ball and finishes with the ball. So sometimes we forget that this is a game 11-11 with one ball, and we try to keep this ball, we try to play with the ball, we try to make everything with the ball. And that is what we learn when you start as a boy here. I think in the future I don't know what's going on in my career. Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose, je pense, où j'étais intransigeant. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau. في عام 2012 تيتو فيلانوفا لعب ب 11 لاعبا من لاماسيا لمدة 60 دقيقة ضد ليفانتي للمرة الأولى في التاريخ. في عام 2010 أفضل اللاعبين في العالم كانوا ميسي، إنيستا وتشافي طبقا لتصويت الكرة الذهبية. هؤلاء الثلاثة كانوا ترعرعوا في نفس المدرسة الكروية وهي لاماسيا. من الصعب جدا أن نتوقع من لاماسيا نفس الأداء الذي وصل ذروته في فترة بداية القرن الحالي، لكن الوضع الحالي يختلف تماما عما كان من قبل. فماذا جرى في هذه المدرسة العريقة، وما هي أسباب الوضع الحالي؟ السبب الأول هو عدم التخلي عن المواهب. بعض الصحفيين في كاتالونيا يعتبرون أن عدم القدرة على التخلي عن المواهب على سبيل الإعارة من المشاكل الأساسية في لاماسيا. باب سيجيرا الذي كان مسؤولا عن كرة القدم في النادي ركز في عام 2014 على ضرورة التخلص من هذه المشكلة عن طريق إعارة اللاعبين. 10% عن لاعبين الفريق الثاني يجب أن يصعدوا للفريق الأول، و40% للإعارة، بينما يجب التخلص من الباقي لإفساح المجال لدماء جديدة. كما يجب اتخاذ قرارات صعبة لضمان عدم احتقان النظام. أغلب فرق الشباب تحتوي على 22 أو 26 لاعبا، هذا يعني أن كثيرا من المواهب تجلس على الدكة. مثلا أجاكس أمستردام يبقون فريقهم للشباب دائما أقل من 18 لاعبا، لكن فريق برشلونة للشباب يحتوي على 26 لاعبا، وفريقهم للأقل من 19 عاما يحتوي على 22 لاعبا، والفريق الثاني يحتوي على 24 لاعبا. السبب الثاني وهو ضحايا النجاح. كل المدارس الكروية تعاني من نفس المشكل، كلما كانت المواهب التي تنتجها أفضل كلما كان الفريق الأول أفضل، وكلما كان على الجيل القادم أن يكون أفضل للصعود للفريق الأول. جيل التيكي تاكا الذهبي ظهر في فترة من النتائج الضعيفة والأداء المتواضع، وهذا ما جعل الضغط يقل على لاعبي اللاماسيا والتوقعات تنخفض. وقد قال إيفان راكيتيتش في مقابلة مع بين سبورتس في 2018: سوف يسرني أن أرى جيلا مثل بويول، تشافي، وإنيستا وميسي يصعد في كل سنة،
وأضاف أن برشلونة وصلت إلى مستوى عالي حيث ليس هناك مكان للتجربة وانتظار النتائج. يجب على اللاعب أن يكون موهوبا جدا للعب، ولو كان الفريق الأول سيئا لكان ذلك أسهل. السبب الثالث وهو التوجه نحو الفوز والتركيز على النتيجة. بينما الفريق الأول صار أفضل، توجد مشكلة أخرى في الفريق تجعل الضغط على اللاعبين الشبان يزيد، وهي أن كرة القدم صارت مرتبطة بالنتائج. يوهان كرويف كان مشهورا بكونه يسأل مدربي الشباب عن أداء فرقهم في مباراة معينة وليس عن نتيجة المباراة. نظرة برشلونة كفريق تحولت من تطوير اللاعبين إلى نظرة ضرورة الفوز. كمثال، في عام 2007 غوارديولا وتيتو فيلانوفا كان مسؤولين عن واحد من أسوأ الفرق الثانية في تاريخ برشلونة، الفريق الذي هبط للدرجة الرابعة. غوارديولا قدم نظاما جديدا وهو اللاعبون الأساس. هؤلاء اللاعبون تم شراؤهم من نوادي أخرى وكانوا أكبر سنا من الآخرين. نجحوا في ضمان نتائج على المدى القصير، لكن تركوا المجال للمواهب الشابة للتطور. لكن كان من الضروري أن يتم بيعهم خلال سنتين لكي لا يعيقوا الشبان القادمين من لاماسيا. عندما صار يوزيبيو مدربا للفريق الثاني في سنة 2011 أخطأ في تطبيق هذا النظام. اللاعبون الأساس تحولوا من دعم اللاعبين الشباب إلى القيام بأدوار البطولة. هذا التوجه الذي يفضل النتائج الإيجابية على المدى القصير انتشر منذ فترة رئاسة ساندرو روسيل. سياسة الانتقالات تظهر خوفا من النتائج السلبية في حالة الاعتماد على لاعبي لاماسيا. لماذا تم بيع غريمالدو في شتاء عام 2015 وشراء لوكاس ديني؟ لماذا تم شراء اللاعبي وسط ميدان مثل أندري غوميز وباولينيو؟ والسبب الآخر الذي سوف نتطرق إليه هو قلة الفرص في الفريق الأول. بعد مباراة في عام 2010 بيب غوارديولا صرح بأن أكبر فوز في التاريخ هو إعطاء لاعب من لاماسيا فرصته الأولى. 28 لاعبا شابا من لاماسيا ظهروا لأول مرة خلال فترة غوارديولا، لكن بعد رحيله نقص هذا العدد بشكل كبير. التوجه نحو النجاح والنتيجة على المدى القصير من أكبر أسباب هذا النقص. بالرغم من أن تيتو فيلانوفا دفع بـ 11 لاعبا من لاماسيا ضد ليفانتي في 2012، إلا أن لاعبا واحدا فقط من لاماسيا ظهر لأول مرة خلال فترته. لويس أنريكي وفالفيردي كان مهتمين جدا بالنتائج ونادرا ما قام بالثقة في منتجات لاماسيا. في أفريل 2018 تشكيلة برشلونة لم تحتوي على أي لاعب من لاماسيا لأول مرة منذ 16 عاما. وقام جيرارد بيكي بالتصريح بأن نقص الثقة في الشباب هو جزء كبير من مشاكل برشلونة. وأندريس إنييستا قال سوف نتوفر دوما على أفضل اللاعبين لأن لدينا أفضل أكاديمية في العالم. المشكل هو إعطائهم الأمل والثقة. وأخيرا سنتطرق للسبب الرئيسي وهو عدم الاستقرار. قبل أن يتولى لابورتا رئاسة النادي في سنة 2003، لاماسيا كانت نتيجة عمل مدربين منذ عقود. أورول تورت، لوريانو رويز وخوان مارتينيز فيلاسيكا كانوا الأوائل الذين أسسوا وصنعوا لاماسيا منذ بدايتها في 1979. وفي سنة 2010 تم انتخاب ساندرو روسيل رئيسا للنادي، وقام روسيل بالتخلي على كل هذه الأسماء.
روسيل نفسه استقال من رئاسة النادي بسبب استقطاب النجم نيمار، وجوزيف بارتيميو الذي كان نائبا للرئيس وقتها تسلم رئاسة النادي وقام بتغييرات أخرى. منذ فترة لابورتا التغيرات والتحولات في الإدارة استمرت بسبب اختلاف السياسات، الفضائح والاستقالات، مما أدى إلى عدم الثبات على فلسفة ورؤية برشلونة. هذه الأفكار التي تتطلب وقتا من الشباب لتعلمها، والمدربون لم يحظوا بوقت كافي لتعليمها قبل تغيير الإدارة. Parce que nous aimons le football et le football aime le Barça. Isca Barça. ¿Usted mira la cartela y dime qué es lo que siente cuando lo ve? Que me estoy haciendo mayor. O sea que al loro. Que no estamos tan mal, hombre.